الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كيف ينبغي للمؤمن أن يتعاطى مع أخيه المؤمن؟ قال بعض الصالحين: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، لكن المطلوب أولا أن تكون نفاعا، أن تنفع أخيك، لكن إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه. المطلوب من المؤمن أن يفرح قلب أخيه، ومنها: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا ضحكت في وجه أخيك، هذا يمكن أن يدخل السرور إلى قلبه، إذا ابتدأته بالسلام، إذا حيته تحية وشعر منك بالمحبة. إذن المطلوب منك أن تحاول أن تدخل السرور إلى قلب أخيك المؤمن لله تعالى، لكن إن لم تفرحه فلا تغمه، لا تؤذيه فتأتي إليه بالأخبار التي تعكر عليه صفو يومه وتعكر عليه مزاجه. إذن لا تحزن أخاك، اسعى أن تكون ممن يفرح قلب أخيه المؤمن، لا أن يدخل إليه الهم والغم ونحوه. وإن لم تمدحه فلا تذمه. هو المطلوب إذا كان أخوك رجلا طيبا صالحا، يحسن الثناء عليه، ليس أمامه، عند من يحسن الثناء عليه، مثلا حتى إذا أرادوا أن يأخذوه إلى عمل، إذا أرادوا أن يزوجوه، يحسن أن تثني عليه عند من يحسن الثناء عليه، ولا تمدحه إلا بما تعلم فيه من الخير. ولكن إن لم تمدحه، إن لم ترد أن تمدحه، إذن لا تذمه، لا تتعرض لأن تذكر عيوبه وتسيء إليه وتذكر عيوبه، أو أن تبهته فتنسب إليه ما ليس فيه بالمرة. إذن ليكن أحدنا متنبها كيف يتعاطى مع إخوانه المؤمنين. والله تعالى وصف في القرآن الكريم فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني المؤمن مع أخيه المؤمن ينبغي أن يكون منكسرا، متذللا، لا متكبرا، لا متعجرفا، لا يريد أي يحتقر من دونه، إنما هو يسعى أن يكون متواضعا وأن يخدمهم. يعني إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه مرة كان مع إخوانه فأرادوا أن يبيتوا في المسجد، فتركهم حتى ناموا، ثم قام وقف بالباب، فقاموا عند الصباح وجدوه، قال: ماذا تفعل؟ قال: كانت ليلة باردة، وقفت بالباب أمنع دخول البرد عليكم. ومرة رجع، هو تأخر، كان هو يشتغل يعني، ويأتي إلى إخوانه بالطعام، فمرة تأخر عليهم فقالوا: لن ننتظره، فأكلوا وناموا. فلما جاءه متأخر أشعل القدر وصار ينفخ ولحيته تصل إلى الأرض وهو ينفخ، يقول: مساكين ناموا من غير أن يأكلوا. هو كيف كان يفكر فيهم؟ أنه يريد أن يسوي لهم الطعام وبعد ذلك يوقظهم من النوم ليأكلوا، وهم قالوا: طيب لن ننتظر ونأكل. فأكلوا، فهو جاء ويريد أن يطهو لهم الطعام وبعد ذلك يوقظهم. أنت إذا صحبت الناس ينبغي أن تكون صحبتك لتخدمهم، لتنال الثواب عن طريقهم، لا ليخدموك ولا لتجلب لنفسك مصلحة.